كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم مظهرا. وإسماعيلية طبعا معروف دول يعني إحدى فرق الشيعة الضالة، خلاص، ليتزعم بأنه الإمامة في إيه؟ في إسماعيل بن جعفر الصادق، عشان كده نسبوا إلى إيه؟ الإسماعيلية، خلاص. وبعدين إسماعيل ده مات في حياة أبيه جعفر. قال لك إسماعيل بن جعفر، طب ما هو جعفر إمام في الطائفة الجعفرية، وإسماعيل ده مات في حياة مين؟ جعفر. يبقى كيف صار إماما؟ لا، ده أنكرت هذه الطائفة تمام موت إسماعيل، ما خلاص، وقالوا إن أباه اللي هو جعفر ده رجل كذاب ادعى أنه مات، كذبوا أبوه اللي هو الإمام، ادعى أنه مات من باب التقية خشية أن يقصد بالقتل، فقال إسماعيل ده مات وأخفاه دسه عشان ما حدش يقصده بالإيه بالقتل. والإسماعيلية دولة فرقة عجيبة، عندهم إيه؟ كل نص في القرآن له ظاهر وله إيه؟ باطن، خلاص كده؟ ويعني عندهم يعني عقائد إيه؟ مخالفة الإسماعيلية، غير الإيه؟ غير الزيدية وغير الإيه؟ الجعفرية الإثنى عشرية وإيه تاني؟ والجعفرية والإمامية. الجماعة الجهلة السلفية، واحد بيقول ايه هذه الطوائف الثلاثة اللي هي الامامية والجعفرية وايه تاني معاي والاثنى عشرية من اضل فرق، يا بني ادم ده هي طائفة واحدة. يعني اسماعيلية الامامية والجعفرية والاثنى واحدة، هي دي هم يقول لك الثلاثة، فمسكين حتى الثلاثة يخلوهم واحد، الواحد يخليهم ثلاثة، إنما الإسماعيلية غير، ده موضوع تاني. وعندهم مسائل صعبة، يعني مثلا يقولون بحاجة اسمها الاستيداع، أنه الرسالة دي كانت مثلا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم زي وديعة زي أمانة كده، يعني مش بتاعته، زي مثلا الملك لما يكون صغير اللي عليه الوصي ده الوصايا لحد ما يكبر ترجع له تاني، فكأنه النبوة كانت وديعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما سيدنا علي انه كان لسه غلام يصل إلى فيردونها إيه إليه. مشاكلهم كثيرة جدا، وده من أضل فرق الإيه الأقربهم إلى السنة اللي هي الزيدية، خلاص، قريبين، وحتى فيهم شافعية الزيدية كمان يعني.